زار وفد أمريكي لأول مرة مخيم الركبان المحاصر، فماذا تعني هذه الزيارة الآن بعد 5 سنوات من إنشاء هذا المخيم؟ للمرة الأولى منذ إنشاء مخيم الركبان الواقع عند المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي، زار وفد من القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة التنف شرق سوريا للوقوف على حاجات المحاصرين هناك في زيارة تعد الأولى من نوعها لوفد أمريكي بحسب مصادر محلية. الوفد الأمريكي وخلال زيارته اطلع على الواقع الطبي في النقاط الطبية والأجهزة والمعدات فيها، بالإضافة للاستماع إلى مطالب الكوادر الطبية وما يحتاجونه. وأوضحت المصادر أن الوفد تجول في المخيم والتقى عددا من السكان، فيما كانت هكذا زيارات تقتصر على مواقع خارج المخيم مثل تفقد مربي الأغنام بالمنطقة أو بالمجمع السكني بالدكاكة الذي يقع بين قاعدة التنف والمخيم ويضم نحو 50 منزلا. ووعد الوفد الأمريكي القائمين على المخيم بإيجاد حلول خلال الأيام القادمة وإحداث تغييرات لمصلحة السكان المحاصرين هناك منذ سنوات، وسط حديث عن إجراء زيارة ثانية للاطلاع على الأحوال المعيشية للسكان. ومنذ تشرين الأول أكتوبر من عام 2018 أطبقت قوات الحكومة السورية الحصار على المخيم بدعم روسي، وذلك عبر قطع جميع الطرقات المؤدية إليه. وأعلنت الأمم المتحدة أواخر شهر أيار مايو الماضي تخفيض حصة مخيم الركبان من المياه إلى النصف بالتزامن مع الحصار الحكومي على المخيم منذ سنوات، مما جعله يفتقد أبسط مقومات الحياة. للنقاش أرحب بضيفي من باريس الدكتور فايز القطار أكاديمي سوري. أهلا بك يا دكتور فايز. بداية لو نسأل عن أسباب زيارة الوفد الأمريكي إلى مخيم الركبان وهي المرة الأولى. هذه خطوة جديدة، حياتي لك أولا ولمشاهدك الكرام. أهلا بك. أعتقد يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت يعني تنظر إلى هذا البعد الإنساني، فمأساة مخيم الركبان هي مأساة غير مسبوقة في الحقيقة. يعني أن يترك الناس يعيشوا في هذه الظروف الصعبة من الحصار ومن افتقار المقومات الأساسية للحياة، هذه مشكلة إنسانية غير مسبوقة. يعني في ظل حصار أردني سوري يطبق على هؤلاء الناس في قلب الصحراء، يفتقرون إلى العلاج الطبي، يفتقرون إلى مياه الشرب، يفتقرون إلى مقومات الحياة الأساسية، فعبر عن رغبة في محاولة فعل شيء ما، محاولة تحسين ظروف العيش لهؤلاء الناس. لكن اسمح لي أن أقول أن القوة الدولية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تعمل الآن على إدارة المأساة السورية بدلا من العمل على حلها، تعمل على إطالة هذه المأساة لتتمكن من تقاسم النفوذ فيما بينها في المنطقة لتحقق مصالحها، غير آبها بمصير ملايين السوريين من الذين يعيشون في الخيام، من الذين يعيشون في ظروف لا يتحملها البشر في القرن 21. في الحقيقة يعني مأساة الشعب السوري هي مأساة العصر، هي غير مسبوقة في التاريخ الحديث أن يتعرض شعب للتشرد، للعيش في ظروف المخيمات وفي ظروف اللجوء، في شروط من الإذلال في لبنان وفي تركيا وفي الأردن وفي مختلف المناطق. يعني أصبح السوريون موضع تمييز عنصري وموضع يعني يحملون كل مشكلات هذه البلدان. فالآن يعني نحن نتمنى أن تعمل هذه القوة على إيجاد حل لوضع حد لهذه المأساة بدلا من إدارتها والاستمرار في الـ 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 في النظر لها فقط من منظار إنساني، من منظار. طيب دكتور فايز، يعني تعتقد حضرتك تبين لنا أن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين. يعني في أوكرانيا كل الغرب وقف إلى جانب الشعب الأوكراني رفضاً للعدوان الروسي،
مرحبا باللاجئين الذين خرجوا واضطروا للخروج من بلادهم، في حين أن السوريين تركوا لمصيرهم منذ أكثر من عقد من الزمن، منذ أكثر من 10 سنوات، وهم يعانون هذه المعاناة غير المسبوقة في مخيمات اللجوء. دكتور فايز، في بداية حديثك اسمح لي هنا دكتور فايز، قلت بأنك تعتقد أن هدف الزيارة هو إنساني ويعني لهذا المخيم، لكن لو نسأل عن التوقيت، لماذا الآن تحركت أمريكا؟ لأنه كما تعلم المخيم محاصر منذ 2018 من قبل قوات روسيا وقوات الحكومة السورية، وأيضا في 2020 قطعت الأردن المياه بسبب أزمة أزمة فيروس كورونا. طب لماذا أمريكا الآن اختارت هذا التوقيت لتحرك إنسانيا كما تعتقد يعني؟ والله أظن بأنه يعني المعطيات الدولية اختلفت. الحرب الأوكرانية غيرت كل عناصر العلاقة في المنطقة. ربما يعني التراجع الروسي والانسحاب أو يعني تغير السياسة الأمريكية في المنطقة في ضوء الحرب الأوكرانية يفسر لنا هذا الموقف الجديد. وأنا برأيي هذا موقف تفصيلي، كما قلت يعني موقف إنساني. وفد يزور مخيم يعيش به الناس حياة بائسة، حياة تفتقر لمقومات الأساسية للعيش. يعني كما قلت الحل الأساسي هو الانتقال السياسي، هو فرض هذا الانتقال تحت الفصل 7 من الأمم المتحدة في إنهاء مأساة السوريين ووضع حد لهذا العبث بسوريا وبشعبها. في هذا الوضع الكارثي الذي تعيش الآن أصبح السوريون ليس فقط في المخيمات وإنما في كل مناطقهم عرضة لافتقار للمقومات العيش الأساسية. بعد أن دمر النظام البنى الاقتصادية ودمر مقومات الحياة الأساسية، السوريون الآن يعيشون على المساعدات الإنسانية، يفتقرون المقومات الأساسية من الخبز والماء والكهرباء في كل مكان، في مناطق سيطرة النظام أو في خارج هذه المناطق. ليس فقط يعيشون المأساة في المخيمات وإنما أيضا في مدنهم وفي بيوتهم يفتقرون إلى العناصر الأساسية اللازمة للعيش الإنساني بكرامة إنسانية. الحل هو في عمل المجتمع الدولي نحو الانتقال السياسي، نحو الخروج من هذا الوضع، نحو طي هذه الصفحة السوداء، صفحة الأسد التي يعني أنا لها أن تنتهي، ليجد الشعب السوري طريقه للحرية، طريقه للعيش الكريم، طريقه للكرامة. طيب دكتور فايز، بحسب المواقع وبحسب ما نقلت فإن الوفد زعم أنه سيسعى لإحداث تغييرات وانفراجة كبيرة في مخيم وقاطني الركبان. باعتقادك ما هي التغييرات والانفراجات الكبيرة التي قد تطرأ على نازحي وقاطني المخيم بحسب الوعود الأمريكية؟ يعني يضيفون كمية مياه الشرب لما كانت عليه سابقا، حيث تم تخفيضها إلى النصف في الفترة الأخيرة. يزيدون المساعدات الإنسانية قليلا. هذا الذي ربما تم تعزيز مراكز الخدمات الطبية. هذا الذي يعني نحن نرحب بهذه الخطوة الإنسانية، ولكن قلت أن الحل الأساسي يكمن في الانتقال السياسي، في وضع حل نهائي لمأساة السوريين. موضوع الحل السياسي دكتور فايز، كما تعلم والكل يعلم أنه مجمد حاليا أو مغيب بشكل مقصود حاليا، موضوع الحل السياسي الأزمة السورية. الآن هذا التحرك الأمريكي بالنسبة للمخيم أو النازحين في هذا المخيم، يعني هل يعني كان هناك مناشدات كثيرة من المخيم وغير منظمات وجمعيات تطالب بتحسين الوضع، وأبرز موضوع المياه وإعادة إلى ما كانت عليه سابقا قبل تخفيض اليونيسف لكمية المياه الداخلة إلى المخيم؟ هكذا تحرك أمريكي، هل من الممكن أن يضغط على الأمم المتحدة حتى تحسين الوضع بالنسبة للمياه والخدمات والأمور الطبية أيضا؟ يعني أعتقد أن هذه الزيارة هي المقصود فيها تحسين الوضع المعيشي لهؤلاء البؤساء الذين يعيشون في هذا المخيم، حيث عانوا من حصار غير مسبوق، ممنوعون من الدخول نحو الأردن، حتى المساعدات عن طريق الأردن ممنوع أن تدخل إليهم، ومحاصرون من قبل النظام السوري، وهم وفي ظروف في الصحراء، يعني في ظروف غير إنسانية. نأمل أن هذه الزيارة أن تمكنهم من تحسين هذا الوضع، ويعني بتوفير ظروف تمكنهم من العيش
بكرامة وبتوفر المقومات الأساسية للحياة. هذا هو كل ما يمكن أن ننجم عنه مثل هذه الزيارة يعني. طيب في الأشهر الأخيرة خاصة في الأسابيع الأخيرة حتى شهدنا مغادرة لعشرات وربما مئات العائلات سابقا لهذا المخيم بسبب الظروف الصعبة جدا في هذا المخيم واتوجهوا إلى مناطق مختلفة. هكذا تحرك أمريكي اليوم دكتور فايز، باعتقادك هل من الممكن أن يؤثر على من يود مغادرة هذا المخيم والبقاء منتظرا الوعود الأمريكية بتحسين الوضع؟ أنا أظن بأنه يعني من كان لديه فرصة في الذهاب خارج هذا المخيم لن يبقى دقيقة واحدة. يعني الناس الذين اضطروا للبقاء هم يعني في وضع لا يحسدون عليه، لا يوجد لديهم فرصة أخرى للذهاب إلى مكان آخر، وبالتالي هم يقبلون كل هذا التردي في ظروف حياتهم وفي فرص العيش السيئة جدا المتاحة في هذا المخيم. ولكن كما قلت يعني هذه الزيارة يمكن أن تؤدي إلى تحسن نسبي في أوضاعهم المعيشية اليومية، تحسن مؤقت ربما لعدة أشهر، لكن يعني السوريون يطمحون إلى الخلاص من هذه الكارثة. آن الأوان يعني، استمرت 11 سنة يعني نصف الشعب في بلدان اللجوء وفي المخيمات وفي يكابدون ظروف من الحياة يعني يستحيل تحملها. طيب السؤال الأخير لو سمحت لي دكتور فايز، كما قلت والكل يعلم أن المخيم هو محاصر منذ عدة سنوات من قبل قوات الحكومة وروسيا، اليوم كيف تنظر روسيا والحكومة السورية أو كيف ستقرأ وتتعامل مع هذا التحرك الأمريكي؟ والله يعني بالنسبة لروسيا والنظام يعني مهما حصل للسوريين هم غير معنيين، يعني جاع السوريون أو ماتوا عطشا، روسيا والنظام وكأنهم في عالم مختلف لا يكترثون في هذا. أصلا مناطق سيطرة النظام تتضور الناس جوعا، وحول هذه المناطق إلى مناطق تعيش على التسول، على تسول المساعدات الإنسانية. فأنه هو ينظر إلى زيارة اهتمام أمريكي بالمنطقة وهذا يقلقه نسبيا. يعني الآن روسيا مشغولة في أوكرانيا، ربما يعني ضعفت إمكاناتها في استمرار في الدفاع عن نظام الأسد، ينظر إلى بقلق إلى هذه الخطوة. بالتأكيد يعني هو لا ينظر بارتياح، وهو غير معني كما قلت بمصير السوريين، جاعوا أم شبعوا أم تعرضوا للإهلال أو تعرضوا للجوع أو للعطش، النظام غير معني، فهو منفصل تماما عنهم وعن الواقع. أشكرك جزيل الشكر من باريس الدكتور فايز القنطار أكاديمي سوري. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود.